بقاء لله. معلش يا عم سيد، احنا كده دايما هنفضل كده، ما بنحسش بقيمه الحاجه غير لما بتضيع، وفي الغالب كمان وصلنا مرحله ابشع بكتير قوي، ان احنا ما بقناش نحس بقيمه الحاجه حتى بعد ما تضيع. النهارده مصر خسرت واحد من عالمها الكبار في مسيره الانشاد الديني وانشاد السيره الهلاليه تحديدا، عم سيد الضوء. ولا حس ولا خبر، مجرد اخبار صغيره منتشره هنا وهناك، لكن لا سمعنا بيان طالع من وزاره الثقافه، ولا سمعنا اصول ثقافه، ولا سمعنا اي حد من المسؤولين بيتكلم على قيمه كبيره جدا زي عم سيد الضوء بتروح مننا النهارده. واحد صدق او لا تصدق، هو من اعلام البلد دي، جزء من تراثها ومن روحها وتاريخها وقوتها الناعمه، ان شئت ام ابيت. لو رحت فرنسا وسالت عن عم سيد ضوي هيبقوا عارفين، لو رحت اي بلد من البلدان العربيه اللي جنبنا تحديدا في تونس والمهتمين بالسيره الهلاليه هيبقوا عارفين، لو رحت لاي حد من المؤرخين المهتمين بالتراث العربي هيبقوا عارفين هو مين عم سيد ضوي اللي رحل عن عالمنا النهارده. لمصر كلها خالص العزاء والاسره الانشاد عموما في مصر والمداحين والصيطة زي ما بيقولوا خالص العزاء، والاهل بقى وحفظت تراث السيره الهلاليه خالص العزاء، لانهم في الفتره الاخيره خسروا الاثنين الكبار اللي كانوا بيحافظوا على حته من روح البلد دي وتراث البلد دي ملخصا في السيره الهلاليه، اولهم شاعرنا الكبير عبد الرحمن الابنودي، ثم النهارده الكبير والعظيم عم سيد الضوي. ربنا يرحمه، ربنا يجازينا على قد تجاهلنا واهمالنا، يعني يجازينا خير يا رب يكون خير ويعوضنا عن هذه الخساره الكبيره. وبالمره كده نسال الناس بقى في وزاره الثقافه، في اصول الثقافه، المهتمين بالشان الثقافي في مصر عموما، هل حضراتكم عاملين حسابكم لليوم ده؟ اليوم اللي كل الكبار بيروحوا فيه خصوصا حفظت التراث الشعبي، اللي هم في يوم من الايام وحتى هذه اللحظه يعتبروا يعني اهم سلاح من اسلحه القوى الناعمه للبلد دي، هل بتدوروا على بدائل ليهم؟ هل بتجهزوا ناس ليهم؟ ولا بموت عم سيد الضوي هتموت السيره الهلاليه، وبعده بموت اي حد تاني يموت مشروعه. ارجوكم نهتم ونطلع حد تاني يكمل المشروع ده. واحنا هنا في اسر الكلام ان شاء الله قريب جدا هنعمل لحضراتكم حاجه عن السيره الهلاليه، يمكن من خلالها نعرف قيمه عم سيد الضوي، يمكن من خلالها ونحافظ على اللي باقي منها، ويا رب نقدر نقدم حد يشيل لواء هذا التراث من بعد عم سيد الضوي، ربنا يرحمه ويا رب يتغمده برحمته ويجازيه عنا كل خير، ويجازيه عن تراث البلد دي كل خير، ويصبر اهله ويصبر اهلنا في الصعيد، ويصبر محبي التراث في مصر.